بجولة بروبرتي يورز اليوم رح نتعرف على كافة أنواع العقارات المتوفرة بلبنان، منشاء سكنية، مكاتب وفيلل بمختلف المناطق اللبنانية. خلينا نتابع سوا شو محضرنا فريق العمل لليوم، خليكن معنا. بعد مرور سنة ونص من انطلاق أول فيز بالكونستراكشن من لويزي هيلز، تم إنجاز وبيع 70% من المشروع. حالياً البروجكت بالمرحلة الثانية من الكونستراكشن. موقعه استراتيجي قريب من وزارة الدفاع ببعبدا وبعيد 10 دقائق من بيروت. هاي أند بروجكت مؤلف من 13 بلوك، سامبلكس أفيلابل للبيع 210 و230 متر مربع مع برايفت جاردن، أما دوبلكس بين 330 و 400 متر مربع مع تيراس. خدمات عديدة من أهمها جيم، سويمينج بول، سوبر ماركت، كافيتيريا ومالتي بيربس هول. لوكجري فينيشينج، سنترال غاز سيستم وشوفاج، تشيمي انستليشن، برايفت جنريترز، عمار إيكو فرندلي وسولر باور ووتر تريتمنت سيستم. ارتفاع المشروع 350 متر من سطح البحر وبيطل على بانوراميك فيو. لويز هيلز بيتميز بأكسس سهل من الطريق العام، سامبلكس تابع لهم 2 باركينج، أما دوبلكس 3 باركينج، بالإضافة لفيزيتورز باركينج وستورج روم. تسهيلات الدفع مأمنة مع إمكانية الحصول على كارت سكني خلال مرحلة التنفيذ Under Construction Loan، أما التسليم بآخر 2019. مطيلب هيلز بنية جاهزة للسكن بالمطيلب بقرب السفارة الألمانية ومؤلفة من 5 طوابق. أبارتمنت وحدة بالطابق بمساحة 371 متر مربع، أول وتاني طابق بيتميزوا بتراس 100 متر مربع، أما آخر طابق دوبلكس مع 250 متر مربع روف تابع لإله أوتدور بول وداك. موقع البناية بشارع سكني رايق وبنفس الوقت قريب دقيقة من الطريق العام. كل شقة بتتضمن 4 ماستر بيدرومز، ومن أهم المواصفات انستاليشن لشوفاج، سولار باور، ووتر تانك مستقل لكل شقة، أما الباثرومز والكيتشنز حسب الطلب. 3-4 أندرغراوند باركينج لكل أبارتمنت بالإضافة لستورج روم وأوتدور باركينج للضيوف. It's our strangest feeling, feeling this way for you. There's something the way you move, something the way. فيلا فخمة للبيع بمدينة علي، تحديداً منطقة كتاني، مع private gated entrance. منطقة بتتميز بمناخها المعتدل صيف وشتاء وطبيعتها الخضراء. مساحة الفيلا 2000 متر مربع على أرض 3000 متر مربع، مؤلفة من 4 طوابق وأوتدور سبيس واسع 2500 متر مربع، بيتضمن جاردنز، سويمينج بول، تنس كورت وجاكوزي. درايف واي واسع للسيارات داخل المساحة الخارجية من الفيلا. من أبرز المواصفات بالداخل إليفيتر، 3 سويتس، كل سويت مؤلف من غرفتين نوم، ليفينج سبيس مع تيراس واسع وكيتشن خاص. الطابق الأرضي مخصص للباركينج، انترتينمنت والإيفنت. الطابق الأول صالون وداينينج مع غاست بيدروم، أما آخر طابق ليفينج سبيس. فيو خضر وجبل ما بينحجب من أي نقطة بالفيلا. موقعها بعلي على بعد 15 دقيقة من بيروت ودقائق قليلة من الطريق الرئيسي. Some days they
راس الجبل فيلاز ريزيدنشال بروجكت بمنطقة راس الجبل علي مقابل تلة 338 على ارتفاع 888 متر عن سطح البحر وبيمتد على مساحة أرض 18000 متر مربع. مؤلف المشروع من 13 فيلا مساحتهم بتتراوح بين 800 و 1200 متر مربع وكل فيلا مؤلفة من طابقين أو 3 طوابق. Gated Project آمن وخدمات عديدة مأمنة Security و Maintenance Team 24/24. كل فيلا مستقلة تابع لها Private Garden حوالي 1000 متر مربع، مدخلين وباركينج خاص. من أبرز المواصفات Private Generator، Elevator بكل فيلا، تجهيز Chimney و Swimming Pool، Maids Room و Driver's Room. راس الجبل فيلاز بمدينة علي قسم كبير منه جاهز للسكن. بحاوة المشروع مساحة خضراء وحوالي 2000 شجرة داخل المشروع مع فيو على البحر والجبل. أصدرت وزارة الإسكان السعودية لوائح وأنظمة مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية بشأن التعاون بمجال الإسكان وبتشمل 12 مجال، وبتتضمن المذكرة تعزيز العلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطوير التعاون بمجال الإسكان وتقديم حلول للمشاكل الحالية والمحتملة وإيجاد الفرص لتطوير المستوطنات ومدن مستدامة وآمنة ذات جودة عالية، ولأهمية اتباع التنمية المستدامة لتحسين خدمات الإسكان وخدمة المصالح المشتركة للطرفين والمساهمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. هيدي كانت حلقتنا لليوم. راسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصل فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. زوروا propertyyours.com، صفحتنا على الفيسبوك ومتف.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من الأخبار العقارية. خليكم على الموعد.